السيد عميد هي المفضلة، السيد حسن ثوري المفكر الروائي المنظور، السيد رئيس الجمعية رئيس الجمعية الغربية للسجود زملائي الأعزاء طلبة الأعزاء حضور كريم، مرحبا بالجميع في هذا الحفل الثقافي والأدبي الذي تنظمه كلية العلوم الطبية بشراكة مع الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم والخاص بتقديم الإصدار الجديد للأستاذ حسن ثوري وهو رواية المغرب. وفي البداية أشكر السيد عميد الوظيفة الابتدائي على تعاونه وقبول عقد هذا الحفل في رحاب كلية العلوم الطبية. أول خير كلمة في البداية لنقدم عبارات الترحيب للعلمي وللحضور الكريم. أستاذي العزيز السي عبد الله خيالي، وهذا يعتبر النشاط الأول في خضم مجموعة من أنشطة الاختراعات الفكرية القادمة التي ستكون لقاءات شهرية على طول هذه السنة إلى حدود نهاية سنة 2023. طبعا 40 سنة لتأسيس كلية العلوم الطبية سنة 1983، وأنا في حديث مع الأستاذ صديق سي حسن ثوري أتذكر أو أعيد ذكريات تأسيس الكلية مع سي حسن ثوري الذي كان أحد أساتذة من هذا المولوي وأيضا أحد كبار الذين اهتموا بتكوين هذه الكلية مع حسن ثوري الأساتذة منذ أن تحمل مسؤولية في 1974 إلى أن غادرها سنة 1984. طبعا هل سي حسن ثوري وهو يحل ضيفا على كلية العلوم الطبية هي فرصة في الحقيقة لنقاش فكري أدبي حول قضايا الإبداع لدى حسن ثوري. أكيد أني لن أتكلم في هذا الموضوع، أستاذ خياري أستاذ حسن ثوري سيعرفنا أكثر على هذه الرواية وعلى ما تضمنت في الحقيقة من قضايا وإشكالات، لكن لا بد أن أقول لأنه في هذه الفترة نحن حقيقة عندما نقبل على عمل رواية على الثقافة بصفة عامة، عندما نشاهد طلبتنا اليوم يحضرون رغم أن الوقت ربما متأخر عنا خاصة بعد السنوات والوطن الدراسية، نقول أنه ما زال هناك اهتمام بالعمل الثقافي في هذا البلد، وما زال أيضا اهتمام بالعمل الروائي بصفة عامة.
وأعتقد بأنه من أولوية الفعل الثقافي وأن تساهم الجامعة ومؤسساتنا الجامعية إطار الأندية التي حقيقة تقوم بعمل مهم وهو أن تساهم من خلال القراءات التي يمكن أن تضيف معنى لوجودنا داخل الفضاء الجامعي. وأعتقد بأن استضافة الأستاذ حسن وهيب هي فرصة أيضا لطلبتنا لأساتذتنا في هذه الكلية فرصة لا تتكرر من أجل أن يكون المبدع أمامهم لطرح الأسئلة ولطرح النقاش وأيضا لطرح القضايا التي ربما نحن بحاجة اليوم أمس حاجة إلى تناولها. إذا الأخير الكلمة لابد أن أقول شكري للأستاذ حسن وهيب طبعا للأستاذ الأخيري على قبول تسير هذه الجلسة وأيضا لجميع الأماكن على هذه المبادرة وشكرا لكم. السيد الأمين أمين كلية علوم الطبيعة حضور كامل نلتقي اليوم في رحاب كلية علوم الطبيعة التي تنظم بشراكة مع جمعية أماكن هذا الحفل الثقافي الأدبي الخاص بالتدريب والتذكاري والوجوه ويسعدني في البداية أن أرحب بالأستاذ أوري باسم جمعية أمان كما لا يفوتني أيضا أن أرحب بالحضور الكريم كما أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ أوري على اختياره أن يعطي الأسبقية للجامعة وذلك باختياره كلية علوم الطبيعة لأول مرة هذا العمل الروائي البالغ الأهمية وذلك قبل تقديمه في الإعلام العمومي أو في المكتبات الخاصة ولا غرامة في ذلك خصوصا إذا عرفنا أن الأستاذ الأوري حامل للهم الطبري ويعتبر كتابه المعروف من أجل الثورة الثقافية بالمغرب من بين الكتب التي تعد على رؤوس الأصابع في المغرب والتي تؤسس بعمق لفلسفة الطبيعة في المغرب. وبالمناسبة هذا الكتاب سبق أن نوقش داخل كلية المغرب. لست في حاجة لتقديم أستاذ أوري فهو في الحقيقة غني عن كل تعريف فقط من باب التقليد أو باب التقليد أقول بأنه أكاديمي مغربي متخصص في العلوم السياسية وهو في نفس الوقت مفكر ومؤرخ وروائي وشاعر تقلب في مناصب دبلوماسية وسياسية وترابية وأكاديمية وحاز على جوائز أدبية وله حاليا حضور قوي ومتميز في النقاش العمومي ويعتبر من بين الذين بصروا الشأن الثقافي والفكري في المغرب المعاصر وهو ايضا يمتاز كما يعلم الجميع بغزارة انتاجه الاكاديمي والفكري والروائي ونلتقي اليوم للاحتفال بصدور آخر إنتاجاته وهي رواية الموجود حيث
سيقوم المؤلف بالتقاليد لتقديم مضامين وسياقات الرواية، لكن قبل ذلك أود أن أفتح شهيتكم لما سيقول الأستاذ أوريد بالإشارة المطلبة إلى أن أوريد حسب إجماع وقعي شخصية مسكونة بقلق السؤال، وكل أعماله الروائية هي أعمال روائية وفكرية في نفس الوقت، يمتزج فيه السرد الثقافي، السرد التحليلي عفوا، السرد التحليلي بالواقع والحكم بالتاريخ، كما لا تخلو إنتاجاته من بث الرسائل المشفة والأخرى الصريحة. لقد انشغل الأستاذ أوري كثيرا بسؤال الأندلس وبسؤال الحداثة. طيب، سؤال الأندلس يحيل في أعماله الروائية ليس على الأندلس كجغرافيا، بل كرمز للاعتراف والتسامح والعيش المشترك، وهي هي ضرورية لكي نكون جزءا من التجربة الكونية. أما سؤال الحداثة فهو أكثر تعقيدا، ولا توجد أجوبة خطية له، فأسئلة النهضة والتنمية والحداثة في العالم العربي تبقى مؤجلة إلى حين. تمد وأد إرهاصات الإصلاح لدى بعض مفكري النهضة في نهاية القرن 19 إلى فشل الليبرالية العربية بعد الحرب العالمية الأولى، مرورا إلى النكبة في 48، ثم إلى خفوت شعارات القومية والاشتراكية، إلى النكسة في 67، إلى النطوس نحو إحياء خطاب الهوية السلفية، إلى صراب الربيع العربي في 2010، إلى الإسلام السياسي ومأزق توظيف الدين في السياسة. لقد كنا أمام مسار متموج كله انحصار ونقوص وفشل. انتهى الأمر إلى ماذا؟ انتهى إلى التطبيق، ويحق لنا أن نسجل كما جاء ذلك في الرواية الإسرائيلية على لسان غسان الحريري: قرن من الزمن من أجل لا شيء، قرن من الزمن من أجل لا شيء. فكيف سيتمكن أوريد من نقل هذه الانكسارات التاريخية المتتالية إلى حكي الرواية؟ ذلك ما سنعرفه بعد قليل في التقديم الذي سيتقدم لي. ولكن يحق لنا أن نتساءل عن الأعطار والأدوار تعود إلى مكر التاريخ أم إلى غياب الرؤية الاستراتيجية والاستشرافية، أم إلى جيوسياسية العلاقات الدولية. قد تكون هذه الأسباب مجتمعة سعة
سببا في هضر الزمن التاريخي، وكأننا أمام تكرار دور الخلدوني، لكن بدون أن نحرز أي تحدث، وبعيدا عن أي توجه سلبي، فإن أريد بحسب ما أعرف بحسب تقديري للكتابة، يراقب باستجابة من أجل التغيير الثقافي كباراديغم بديل قادر على وضعنا على سكة السير نحو الحداثة الواعية والانحراف في مجتمع المعرفة وفي التجربة. نقطة أخيرة أريد أن أشير إليها رجالة قبل أن أختم الجيل المجيد، تتعلق بالتوضيح كثيف جدا للتاريخ في روايات الأستاذ أولي وحتى في روايات غيره من روائي المغاربة المعاصرين. هل الأمر يتعلق بالعجز عن مجابهة الشكل الحاضر ولا يقينية المستقبل، أم أن التاريخ هو مرير لابد أن نغرف منه لبناء التخيل الروائي بعيدا عن أي مراقبة أو أي رقابة، سواء كانت رقابة ذاتية أو خارجية؟ لا أريد أن أطيل أكثر وأعطي الآن الكلمة للأستاذ أوري لتقديم إصداره الجديد المكشوف، وسوف نتيح بعد ذلك فترة قصيرة مرجو عافاك غير من الصحافة شوية خليو لينا المكان الله يرضيك والصوت جمعتو كلهم الله يرضي لكم، حطو غير في شي مكان آخر وخليكم وجلسوا. مرحبا بكم. بعيد عن التربية، وأنا ربما ما في كثير من التربية.
بيع الشيء لم يرعوا لم يرعوا الأستاذ الناجي وأصر إلى أن يكون هذا التقديم هنا بداخل جمعية أمان. والحقيقة أن هذا الكتاب في مساري كل ما كتبته يقطع تماما مع الكتابات التي سبقت، ولربما هذا هو ما يفسر الاحتفاء والسخط الذي واكب هذا العمل. ومن جنس الرواية، ورواية مثل ما يقال هي الكذب الصادق، نكذب ونختلق ولكن نقول الحقيقة من خلال هذا الاختلاق. فكتاب أو رواية، رواية موتشو، ولو أنها ضمن الرواية من نسيج الخيال ولكن ليست منفصلة عن الواقع وليست الصدق الكاذب، فهي كذب صادق وأثارت قضايا مزعجة ولكن آنية ويتحتم على ذوي الرأي وذوي الفكر أن يعرضوا لها وأن ينكبوا عليها. لا أريد طبعا أن أتحدث عن روايتي ومضمون العمل الروائي، من العسير علي أن أتكلم عن مضمون الرواية. لو كان الكتاب كتابا فكريا لهذا الأمر، لكن أنتم أعلم من أن الرواية ليست حد لكي ألخص يعني ما تتضمن الرواية من قصة أو من قصص، هي زوايا متعددة لعرض قضايا معينة يمتزج فيها مثلما تفضل الأستاذ خياري جانب الإثارة والمتعة والتفكر، لا أقول التفكير ولكن السعي في والحقيقة أنطلق مما انتهى إليه الخيار هو وضع العالم العربي، لأن حقيقة الرواية هي نظرة ناقدة وفاحصة للعالم العربي، هذا العالم الذي كان واعدا مثلما تفضل الخيار وكان يعتبر بالأخص بعد الحرب العالمية الثانية القوة الثقافية الثالثة إلى جانب الصين والهند بعد مؤتمر بوندونغ، هذه القوة أخلفت الموعد ولذلك لماذا؟ وقد أشار الخياري إلى هذه الصرخة الحارقة التي صدح بها غسان تويني أسياد البوحة قاما من أجل إلاشة، لماذا؟ حقيقة تعددت يعني زوايا التحليل وكلها وأغلبها ينصب إلى ما يمكن أن أسميه بجلد الذات وأن الثقافة العربية يعني لم تستطع أن تلتئم والحداثة والأصل، ربما أن هناك جانب من الصحة، ولكن أظن أنه من العسير أن نقف فقط عند هذا الجانب وأن نلقي بالتعلة على ذلك، لابد أن نذهب أبعد ونسأل أليس فيما قد يقوم به الآخر سببا من أسباب التعرض. ورد في كتابي كثير من التحاليل والتي كانت تصدر بالأساس من قبل مؤسسات أكاديمية من أن العالم العربي كسر الآخر أو كسر المراية، عالم من دون التغيطي، وأن هذا الجانب هو الذي سبب له نوع من العرق. ولكن ألا يكون في نهاية المطاف الآخر هو الذي كسر المراية؟ لكي يعني لا تكون رؤيتي مجروحة عرضت إلى الأمر من زوايا متعددة من شخوص متعددة، ولذلك لم يكن استشهادي بريجيس دوبغيل، وأنتم تعرفون ما كانت ريجيس دوبغيل في فرنسا فلاسفة الذين يقام لهم ويقعد ولهم وزن،
سياسي وثقافي فرنسا، بل هو من رعيد يعني ينذر بالانغلاق في فرنسا. ريس دوائي له كتاب قيم أنصح بقراءته، ويتضمن جملة من رؤاه وملاحظاته خلال نوع من جولة استكشافية في الشرق الأوسط، وبالأخص في المنطقة التي هي موضع نزاع، أي فلسطين، سوريا، لبنان، إسرائيل. وهذا الكتاب اسمه أو عنوانه إن كانديد إن بيرسون، كما لو أنه كانديد فولتير الذي يقوم برحلته الشهيرة، ولكن هذا الكانديد، وكانديد طبعا تحتمل الوجهين، يعني كانديد يعني أي الإنسان الساج، أو الإنسان يعني النية الدارجة، إن كانديد إن بيرسون، ويعني يستخلص رؤى. وفي هذا الكتاب فصل حرصت أن أضمنه عملي الروائي بفضلك، سيقف عليها من قرأوا أو من سيقرؤون الكتاب، ومن خلال حدث مأساوي بعد اغتيال كاتب مرموق فلسطيني سمير قصير من الصحفيين المرموقين، كتب كتاب أعتقد من الكتب المهمة حول العالم العربي، كونسيديراسيون سور المالوار، تأملات حول المأساة العربية، وبعث بهذا النسخة بهذا الكتاب إلى ريجيس دوبغي، ولم يكلف ريجيس دوبغي نفسه عناء قراءة هذا الكتاب إلى أن بلغه الخبر المحزن وهو اغتيال سمير قصير. فقرأ هذا الكتاب، ومن خلال هذه القراءة التي ضمنها في هذا الكتاب، يعني كانديد إن بيرسون، يشخص أسباب عرقلة الثقافة العربية، ولا يلقي باللائمة على العرب، ولكن على مجموعة من الناس، لا يفسر هذا الإقبال على المرشد لأنها تحدث القراء عن واقع. دعت لفترة أن أكتب روايات التاريخ، ولكن قطعت مع هذا التقليد لأحدث القراء عن واقع، وألفت بأن هذا الواقع يكاد يقع، أن هناك استجابة في نهاية المطاف لهذا الواقع. فالمرشد إذن شخصية محورية، وهو فتى كان مشاركا ومناضلا في عشرين فبراير، وتشبع برؤى عشرين فبراير، وتلظى بالانتكاسة التي عرفتها الحركة، وعاش كل التداعيات، لا فيما يخص مساره مساره المهني أو مساره هو شخصية يسارية، والمنشو هو لقب، ليس اسمه، لأنه اسمه هو أمين كوهن، ولو أن هناك أمين كوهن حقيقي، ولكن أمين كوهن في الدول لا علاقة له مع أمين كوهن الحقيقي، واختياري لكوهن لم يكن اعتباطيا، لأنه هناك أسر تحمل اسم كوهن، وأظن بأنه لا يخفى على أي أحد بأن كوهن تدل على أصول عبرانية، مثل أصول أسر دينيس إلى آخره. والطريف هو أن هذا الشخص الذي ينحدر أو يتحضر على الأصح من أصول يهودية له توجهات يسارية قوية ومدافعة عن القضية الفلسطينية. هناك الطبيبة دكتورة نعيمة بن حاج، والتي تعالج شخص تعرض لحادثة السير أفقدته الحركة والنطق ويعيش حالة كوما. أظن بأنه يمكن أن أسفر عن سر، هو أن هذا الشخص والعالم العربي بكامل بساطة، هو أن هذا الشخص الذي أقعدته حادثة سير
والذي لم يستطع البر والحديث ويعيش في نوع من الهذيان وتداخل الأزمنة إن هو العالم العربي، وأن هذه الشخصية التي تكيف عليه من أجل علاجه هي الدكتورة نعيمة بالحاج، وهي محتجبة وأظن أنه يمكن لأي شخص أن يستشف، لأن كل ما يرتبط بالهوية يحيل إلى توجه معين. حينما يرتدي شخص أو امرأة حجاب فهذا يعني توجه معين، أو حينما يسدل شخص اللحية فهذا يعني يفيد مبدئياً. ولا أريد أن أستمر، لأنني أريد من القارئ أن يطلع على مسار هذه الشخصية الفريدة. هناك إستير كوهين وهي يهودية مغربية أو مغربية يهودية، وهي تصر على تقديم نفسها بصفتها يهودية مغربية، وجارها الذي هو يعني المنشو يصر على تسميتها بمغربية يهودية، يضع انتماءها في المغرب أولا ويهوديتها سابق ثانيا، وهي تصر على وضع انتماءها العقدي أولا وانتماءها الوطني ثانيا، ولأنها يهودية عاشت في إسرائيل وتشبعت بخطاب الصهيونية ولم تنسلخ عن خطاب الصهيونية، وتعتبر فلسطين أرض من حق اليهود، وأن اليهود عادوا كشعب، ولذلك ليسوا محتلين، وأنه مستعدون، ولو أنه يهودا والسامرة جزء من أرز إسرائيل، ولكن مستعدون لاعتبارات مرتبطة بالقانون الدولي والضغط لوجود يعني نوع من حل مع فلسطين، ولكن لا تنازل عن أرض المعاد أو لا تفقد. ولا يمكن أن أقول بأن هذه الشخصية وجدت فعلا باسم مغاير، والحوار الذي أجرته أو كانت تجريه مع الشخصية المحورية والمورشو أو أمير كوهين في جزء كبير منه حوار حقيقي. واللافت في هذه الشخصية هي أنها تعيش نوع من التوسع والانتظار، تنتابها هواجس وتحيل هذه الهواجس إلى ذكرى الهولوكوست، وهي بشكل من الأشكال أو بنحو من الأنحاء تمثل إسرائيل. إذا افترضنا بأن بنيس الذي دخل الكوما يمثل العالم العربي ولا يستطيع البر ولا الحديث وتتداخل الأزمنة لديه ويهدي، فقد تكون إستير معبرة عن الحالة الذهنية أو الثقافية لإسرائيل، نوع من الاضطراب ونوع من التوزع. ولذلك ما قلت لا ينبغي أن نقرأ هذه الشخصيات منعزلة عن مرجعيات فكرية وسياسية. ثم هناك الحل أمزيان كما يدل عليه اسمه أمازيغي، يشتغل في جريدة يعرف بمهنيته، ولكنه لم ينسلخ عن ما يعتبره جرحه الوجودي أو ما يمكن أن يسمى بمصطلح متداول ند الاحتقار، سيكاتريز دوميناسيون، وينتهي به الأمر إلى الانفصال عن الجريدة. وطبعا باعتبار أنه أمازيغي كان طبعا يعني متابعا لحركة هذه الرواية، تبدأ أحداثها في صيف أو على الأصح في خريف 2018، وتقف عند اختطاف واغتيال خاشقجي، وتنتهي في ربيع 2019. ولذلك ليست منفصلة عن الواقع أو عن فترة عرف فيها العالم العربي تحول، أو العالم على الأصح، لأنه بعدها يعني سوف يدخل العالم يعني كورونا
المؤشرات ثم بعد كورونا حرب يعني الحرب الروسية الأوكرانية. ولذلك أظن قد يكون هذا الكتاب ملف كلينيك يعني دوسي كلينيك لفترة معينة. أظن بأنه يمكن أن يقرأه كذلك أنه شهادة لفترة انتهت ويحمل يعني ميسم هذه الفترة. هذه هي الشخصية الأساسية في العمل الروائي والتي مثلما قلت تحيل إلى توجهات لا ينبغي أن ننظر إليها كشخصيات فقط، ينبغي أن نقرأها إلى ما هو أبعد وأن لا نقف في قراءة يعني هذا العمل عند المستوى الخميني. هناك شخصيات وسيطة غير مؤثرة ولكن تضطرب بدور. منها شخصية الحارس، حارس العمارة، كونسيرج، كاروشي، بثقافته الشعبية، ببساطته، بحسن نيته، والذي يعدل عن عبقرية، العبقرية الشعبية في سذاجتها، ويعبر عن السماحة مثلما تفضل سعد الله التي اتسم بها المغرب حيال الآخر، وهو الأمر الذي يعبر عنه بطريقة يعني عفوية. ثم هناك أم المنشو الحاجة الحلو التي لا تظهر، لا تظهر بتاتا إنما من خلال حوارات بينها وابنها ابنها، وهي امرأة فاسية يعني ملقع يعني وبنكلتها ولكنتها الفاسية والمجدعة بثقافة، ولكن تشكل نوع من ضمير حي. هي شخصيات وسيطة ولكن لها دور أساسي في 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 في, في البناء. ويمكن أن نضيف بعض الشخصيات التي تؤثر، منها شخصية صاحب مطعم بابل العراقي أو كذا، أو محسن السوداني الذي يشتغل في الجزائر. ثم هناك مستوى آخر لشخصيات غائبة أو حاضرة غائبة أو يتحدث عنها بضمير الغائب. الشخصية الغائبة والحاضرة هي بنيس، مريض مقعد في الكوما لا يتكلم، وحينما يتم الحديث عنه محروم من الكلام لأنه حادثة سير أسكتت وأدخلته الكوما. الآخرون هم الذين يحدثون عنه أو أحياناً باسمه. هناك شخصية اسمه الضمير الغائب، مثقف أمازيغي يتقن اللغة العربية مشبه بالثقافة الإنسانية ولكن غائب، ولكن نجده في تجاويف الأعمال. وأظن بأنه لابد كذلك أن نقف عند هذه الشخصيات الضامرة. قلت بأنه الفترة الزمنية التي تجري فيها أحداث الرواية هي صيف 2018 سبتمبر، في حدث هز العالم، وينتهي في مارس 2019. وأكرر ما قلت بأنه قد يصبح هذا العمل لكي يكون ملفاً في ملك العلاقات الدولية أو على الأقل للعالم العربي، لأنه يؤشر في نهاية المطاف عن نهاية مرحلة بداية أخرى من خلال الشهادة التي قدمها الموج في هذا العمل. وأظن بأنه إلى جانب ذلك هناك حوارات ومنها طبعا العلاقة مع الآخر، والآخر
كيف ينظر إلى إسرائيل. وطبعاً موضوع أصبح موضوع الساعة، موضوع الساعة، وطرح بحدة وبقوة من خلال هذه الشخصيات التي مثل ما يقال بالفرنسية على الزياب، على المشايخ، وصول يهودية من أمين كوهن، شخصية يهودية مغربية إسرائيلية مغربية وموزعة. فهذه الأوضاع يعني التي تحكم على الشخصيات بناء من التوزع هي التي تتيح قوة يعني السجال والتفكير. لابد للأشخاص أن يكونوا في منطقة تناسب بين التوجهات لكي يفكر. حينما نكون في معتقل أو في دائرة لا نفكر، نفكر حينما نكون في منطقة تناسب بين توجهات معينة. سأخون الكتاب إن تحدثت وأسفرت عن بعض الأسرار وبعض الأمور التي قد تكون مشوقة، ولذلك لا أريد أن أسترق. الرواية مثلما تعرفون ليست حكي، حكي جانب من الرواية، جانب من الرواية. وأظن بأنه لا يمكن أن نحرم القارئ من المتعة. لا أستطيع أن أقول إن أنا وفقت في هذا الجانب أم لا، ولكنني سعيت جهدي حقيقة أن أوفر للقارئ هذا الجانب من خلال تشابك الأحداث، بل أحيانا حتى من ناحية اللغة. أظن اختياري للغة وبالأخص في الخطابات يعني أو الحوارات في مختلف مستويات الدارجة، وبالأساس أولا للإبانة ولكن كذلك للمتعة. فلا أستطيع أن أذهب أكثر، ومرة أخرى أجدد الشكر لجمع الأماكن، لكنني أتطلع وأتشوف إلى أن أستمع لأسئلتكم وملاحظاتكم. طبعاً الكتاب صدر لأقل من شهر، ومن المفترض أن يكون هذا اللقاء حفل توقيع وليس قراءة، ولم يتح حاله لهذا الكتاب أن يقرأ قراءة عميقة، والحال أنه غير موجود يعني العدد الذي وزع يعني محدود جداً. ولكن رغم ذلك، رغم أنه حفل توقيع، فأريده كذلك أن يكون موضوعاً للحوار والنقاش معكم. فمرة أخرى أجدد الشكر لكلية العلوم التربية ولجامعة أماكن وللحضور الكريم الذين شرفوني بحضورهم. شكراً لكم.